بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قاعده جليلوت التي يتحدث عنها الكثيرون هي اهم قاعده عسكريه استخباراتيه امنيه للكيان استهدفت في الايام القليله الماضيه لكن لماذا حصل كل ذلك وما هي النتائج والعبر وكيف سنستفيد بالمستقبل من الحديث عن مثل هذه القاعده وغيرها من المواقع الاستخباراتيه الامنيه التي اصبحت مكشوفه لدى المقاومه وبذلك نستطيع ان نقول باختصار شديد اصبح ليس الان ظهر الكيان وراسه مكشوفين للمقاومه. عندما أقول ليس الآن يجب أن أشير إلى أن قاعدة البيانات الكاملة التي تم نقلها بعد عملية الطوفان في السابع من أكتوبر تشرين أول الماضي هذه القاعدة حملت بيانات ومعلومات تفصيلية ليس فقط عن هذه القاعدة المهمة جدا والتي يعني استهدافها تطورا نوعيا غير تقليدي ابدا في اسلوب المواجهه مع الكيان ويشير الى تصعيد لافت في مستوى الصراع. ليس هذا فحسب بل كما قلت قبل قليل ان هنالك معلومات اخرى في داخل هذا الاطار، هذا الاطار الامني، معركه امنيه بامتياز. وانتصار امني بامتياز بعيدا عن عدد القتلى الجرحى الذين استهدفوا خلال هذه العمليه يوم الاربعين لان هذه القاعده ليست مجرد موقع عسكري تقليدي بل هي مركز حيوي لشعبه امان التابعه للاستخبارات العسكرية لهذا الكيان وتعرفون جيدا أنها تضم وحدة ثمانية آلاف والوحدة تسعة آلاف والوحدة الأولى يعني ثمانية آلاف تعتبر من أبرز وحدات الاستخبارات الألكترونية والتجسس السبراني على مستوى العالم انت لهذا تشوف ردود الافعال من المتصهينين العرب ومن عملاء هذه الوحده تحديدا وشوف هذا الحجم الهائل الكبير لتسفيه عملية يوم الأربعين لأن المقتل كان واقعا لأن الهدف كان مقتل يعني هم استهدفوا في العمق أقول الآن الرأس والظهر مكشوفان للمقاومة وبإمكان المقاومة أن تفعل الكثير أنت لو بعض المعادلات التي تتعلق بقواعد الاشتباك التي لا يعترف بها الكيان الصهيوني لكن لظروف المقاومة في لبنان ظروفها والوضع المجتمعي في داخل لبنان الحبيبة أو الحبيب لبنان الحبيب لأن لبنان مذكر أقول لا, لا لكان الأمر أكبر من ذلك بكثير الكيان يفهم ذلك وعملاؤه يعرفون ذلك جيدا إن الأبعاد الاستراتيجية لهذا الهجوم كذي كبيرة وكثيرة ويمكن فقط أن نشير إلى أن هذه العملية مع أنها مضت عليها أيام وباعتراف كبار الاستراتيجيين في الكيان الصهيوني يقولون علنا يقولون بانه لاول مره في التاريخ جماعه حزب سميها ميليشيا شو تسميها يسميها هم بالنسبه لهم في داخل قنواتهم التلفزيونيه لاول مره جماعه تقوم بهذا الاختراق الكبير لمنظومه الامان التابعه للكيان خاصة وأن القاعدة تقع بالقرب من العاصمة تل الربيع يافا وهي العاصمة كما تعرفون الاقتصادية والسياسية لكيان الاحتلال لأول مرة جماعة بهذا الحجم الذي يحاولون تصغيره بأي شكل من الاشكال تواجه ما يسمى بدولة مدعومة من الشرق والغرب والله من الشرق والغرب مو بس من الغرب يعني هو اساسا كيف قام هذا الكيان؟ قام بتواطؤ شرقي غربي واعلن عن هذا الكيان في 48 ومنذ ذلك التاريخ ازاله الكيان او محاربته من اجل تحرير الارض من البحر الى النهر يعتبر خط احمر مع كل ذلك تاتي جماعه بهذا الحجم وهذا المستوى كما يقولون وتستهدف هذا الكيان وفي عمقه الامني لان هذا الهجوم كما تلاحظون يرسل رساله قويه بان المقاومه تمتلك القدره على الوصول الى عمق الكيان وضرب اهداف حساسه ما يدل على تطور في قدرات المقاومه النوعيه وحتى من حيث جمع المعلومات الاستخباراتيه وفي اختيار الاهداف وتنفيذ العمليات المعقدة بدقة كبيرة أنت تشوف الصياح والنباح عذرا على الكلمة والكلام البذيء الذي يتكرر باستمرار من هؤلاء الذين هالهم نجاح هذه العملية وهالهم أن الكيان مكبل اليدين سيقوم بالاغتيالات وهذا شغله وهذه العمليه تمنع الاختيالات لا ما تمنع الاختيالات ما دام اكو جواسيس في لبنان وفي كل مكان وما دام اكو هنالك عملاء مزروعون هنا وهناك وما دام هنالك منهزمون في بلداننا العربيه والاسلاميه فالاختيالات عمل بسيط لا تريد المقاومه ان تنجر الى هذا المسلسل لكن ربما في يوم من الايام ياتي هذا الحل الاغتيال بالاغتيال عند ذلك وهذه رساله بالمناسبه حتى هذا الان حتى الان هذا الصبر الاستراتيجي هي رساله للداخل في داخل فلسطين المحتله داخل الكيان ان من يسمون بالمدنيين وهم غير مدنيين اطلاقا مع كل ذلك يلا يسموهم مدنيين هم الان عليهم ان يوقفوا اله العدوان لأنه كلما تتدحرج هذه الحرب العدوانية التي شنت على غزة وسكان غزة شنت أقول هي ليس الدفاع الدفاع عملية الطوفان الباقي كله أيضا عمليات اعتداء وعدوان تستدعي المقاومة منذ تلك العمليات وإذا تدحرجت هذه العمليات فعلي وعلى أعدائي أن القدرة على الوصول إلى هذا الموقع الحيوي يؤكد ان المقاومه قد حصلت كما قلت لكم سابقا على معلومات استخباراتيه متقدمه او ايضا انها استخدمت تقنيات جديده في جمع المعلومات عدا قاعده البيانات التي وصلتها وصلت المقاومه ووصلت باقي الفصائل منذ الطوفان والكثير منها بالمناسبه له صله حتى بالبرنامج النووي الايراني. يعني الاشخاص مشخصون، الافراد معروفون الذين يتجسسون والذين يقومون باعمال عدائيه لصالح الكيان ومع ذلك تعرفون يعني هذه الوحده هي في تطور وفي نمو ما دام هنالك الوحده 8200 ما دام هنالك عملاء ايضا متطوعون. استهداف قاعده 8200 تعكس فهما عميقا ودقيقا من قبل المقاومه لعمل هذه الوحده وللحرب السبرانيه والالكترونيه التي تقودها هذه الوحده ضد محور المقاومه. لقد ادركت المقاومه بشكل كامل منذ العام 1900 تحديدا و82 يعني بعد الغزو الذي قام به الكيان الى جنوب لبنان والى لبنان عموما وانتهى هذا الغزو بتاسيس المقاومه بهذا الشكل الذي نعرفه هم ادركوا جيدا وظيفه الوحده 8200 ووضعوها تحت الرقابه لكن بعد عمليه الطوفان طوفان الاقصى بدا واضحا ان هذه الوحده التي تقوم بالاغتيالات بشكل اساسي ضد قاده المقاومه يجب ان تستهدف وهذا الاستهداف هو رساله هو لحد الان رساله سياسيه بعيدا عن الاهداف يعني عن الضرر الذي لحق بها عدد القتلى الذين قتلوا فيها وتعرفون جيدا ان الكيان يخفي معلوماته لكن عندما تذهب وتلاحظ وتراقب الصحافه التابعه لهذا الكيان خاصه في صفحات الصفحات الاجتماعيه صفحات الوفيات هنالك صفحات تسليه تبادل العزاء مجتمعيا ستجد ويوما بعد يوم ستجد الاسماء التي قتلت من الضباط الكبار التابعين لهذه الوحده في عمليه يوم الاربعين. عموما احبائي ان استهداف قاعده جليلوت يشير الى محاوله لاحداث تاثير كبير على القدرات الاستخباراتيه للكيان عبر استهداف مجموعه هذه الاهداف الاستراتيجيه في القاعده ويكفي ان تذهب وتلاحظ حتى في الصور المنشوره من قبل الكيان مو من قبل المقاومة تشوف اين تقع هذه القاعدة؟ ماذا تضم من مراكز استخباراتية كبيرة؟ وبما بهذا آه ستفهم جيدا ان هنالك اهدافا اخرى ربما ستكون في الطريق لكنها لن تكون الا على قاعدة ان الكيان يتلقى الجواب مهما كان الثمن وهذا الجواب هو يلحق اضرارا كبيره بقدرات هذا الكيان على جمع المعلومات ومواصله عملياته الاستخباريه. ان مستودعات البيانات والاجهزه الالكترونيه داخل هذه القاعده والتي دمرت تدميرا كاملا في عمليه يوم الاربعين، هذه تؤكد هذه يؤكد تدمير هذه المستودعات الى اننا دخلنا في مرحله متقدمه جدا من الحرب الاستخباراتيه ولدينا مزيد. ابقوا معنا. موانئ مصر تحولت منافذ امداد رئيسه للكيان خلال العدوان. احبائي مع كل الاسف ياتون وطبعا الوحده 8200 عملائها الرسميين وعملائها المتطوعين ترى مو كلهم ياخذون رواتب احنا نعرف جيدا قاعده البيانات التي نقلت عن الاسماء التي تاخذ فلوس من العرب مع الاسف وبعضهم عراقيون وانتم يكفي يعني بس شوفهم شلون يهاجمون محور المقاومه حتى لو شويه تقدون الكيان الصهيوني ويتحدثون عما يسمونها بجرائمه لكنهم واضعين هدفهم يعني نصب اعينهم اضعاف تضعيف الاضعاف المقاومه ومحور المقاومه من تجي وتناقشهم هؤلاء ايضا نفسهم او من تجي تتحدث عن انه يابا انتم لا يحق لكم ان تتحدثون لانكم انتم لا تشاركون في تحرير الارض ولا تدعمون المقاومه وهم يقول فأنت ما يصير تيجي تطالب محور المقاومة بتحرير فلسطين يقول لك لا احنا من البداية والدول العربية احنا ما رفعنا شعار تحرير فلسطين عن طريق المقاومة نحن لم نؤسس فيلق باسم فيلق القدس نحن, نحن خضعنا منذ العام 2002 هكذا يقولون في مؤتمر بيروت القمه العربيه التي عقدت في بيروت وافقنا على ما سمي بالارض مقابل السلام والمبادره السعوديه المعروفه مبادره الامير عبدالله الله مع ملاحظه ان هذه المبادره يعني هذه الارض مقابل السلام هذه يعني هذا الاعتراف الجماعي بالكيان الصهيوني هذا تم الاتفاق عليه مباشره بعيده التوقيع على معاهده كام ديفيد عام 1978 وخلي اذكركم شويه بقمه بغداد في نوفمبر من العام 1978 التي عقدت في بغداد وتراسها نائب الرئيس آنذاك صدام حسين وخرجت ببيان واضح وصريح يعترف بهذا الكيان جماعيا يعني هم اخذوا على السادات انه اعترف بالكيان الصهيوني لوحده ذهب منفردا قالوا لا احنا نريد سلام شامل يقوم على تطبيق القرارين 242 و338 الصادرين عن مجلس الامن الدولي، وذني شنو يعني؟ يعني يعترفان هذان القراران بكيان اسمه هذا الكيان، وتذكرون في تلك الايام شاعرنا الكبير حفظه الله تعالى الاستاذ احمد مطر، الشاعر العظيم كتب. الثور فر <applause> الثور فر يعني يقصد السادات عندما آه ذهب إلى كام ديفيد لوحده الثور فر من حظيرة البقر الثور فر فثارت العجول في الحظيرة تبكي فرار قائد المسيرة إلى نهاية القصيدة يقول وبعد عام طبعا هو يقصد بعد أيام يعني الضرورة الشعرية وبعد عام وقعت حادثة مثيرة بعد قمة بغداد لم يرجع الثور ولكن ذهبت وراءه الحظيرة هذا الاعتراف السلمي أقول. هذول يقولون احنا مر التحرير فلسطين عن طريق القوة العسكرية اذا انتم الان تؤيدون هذا الكيان وتقفون معه فتعرقلون محور المقاومة وبالمناسبة محور المقاومة ليست وظيفته تحرير فلسطين هو مقاومة في الوقت الحاضر يبقي يبقي هذا الصراع متقدًا الى ان يتمكن وتصير عنده القدرات العسكريه والاقتصاديه والبشريه وكل ذلك يكون قادر على تحرير فلسطين او ينتظر ينتظر مو بس ينتظر بالخنوع والسكوت لا ينتظر وهو يعمل تفتت هذا الكيان من الداخل وفق العقيده التوراتيه بالمناسبه التوراه نفسهم نفس هذا التوراة مو بعضهم يقولون هذا محرف لا لا علماء حاخامات حقام لا يعترفون بدولة اسمها كذا يعترفون فقط بفلسطين من تسألهم تقولهم كيف إذا يتم تحرير فلسطين قالوا بمعجزة من الله هكذا بشرنا عندما يتجمع هؤلاء في دولة واحدة هم عصوا الرب الرب لا يقبل الله لا يقبل أن يجتمعون في أرض واحدة عموما أقول إذا أنتم هؤلاء اللي يشتغلون في الوحدة عمدا أو كرها أو تطوعاً ويروجون احنا ما مر... احنا ما رفعنا شعار تحرير فلسطين، طبعا إذا أنتم يجب أن يتم تحرير الأرض منكم قبل الذهاب إلى تحرير فلسطين لأنكم تشكلون عقبة، أنتم واقفين عقبة، أنتم طابور خامس، هذا الطابور الخامس إذا لم يقضى عليه بسبب من الأسباب وحتى إعلاميا وبالحرب النفسية كيف يمكن تحرير فلسطين؟ نرجع للمحور بعد الحصار الذي فرضه انصار الله بشكل دقيق على السفن التجاريه التابعه للاحتلال او المتوجهه الى فلسطين المحتله دعما واسنادا للمقاومه في غزه كشفت تقارير صحفيه كثيره استقصائيه انا اشرت الى بعضها سابقا حتى اشرت الى ان ما يجري في غزة وفق معاهد السلاح في ستوكهولم الرسمية هذا السلاح الذي يقتل فيه الفلسطينيون يدفعون يدف تدفع دول عربية مطبعة مع الكيان الصهيوني ثمنة بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة بالطريقة غير المباشرة أنهم يشترون سلاح من الكيان والكيان يجيب سلاح من أمريكا فيشتري سلاح من الكيان يعني قوي آلة الاقتصادية زي أنت سلاح تشتري ليش مسابقا الدول العربية سووا ميثاق معاهدة الدفاع المشترك ميثاق للدول العربية على شنو غير على أساس تحرير فلسطين مو هذا السبب اللي من أجله في الظاهر أنشئت الجامعة العربية إذا هذا السلاح ليش يشترى هاي الجيوش لماذا يتم تزويدها بالجيوش العربية بمختلف أنواع الأسلحة إجوا الأخوة في أنصار الله وفرضوا حصارا على هذا الكيان واقول يعني كشفت تقارير صحفيه ان دول عربيه مع كل الاسف تساند هذا الكيان. تسانده وما يجري من عدوان يجري بالاموال وبالدعم العربي مع كل الاسف. اخر هذه التقارير الاستقصائيه يتعلق بالموانئ البحريه المصريه. هذا يجري في مصر، مصر الكنانه. يا ناس الشعب المصري حتى هذه اللحظه يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني روحوا شوفوا كل التقارير الاستقصائية تؤكد أن الشعب المصري يرفض التطبيع لكن ماذا نفعل للدولة التي وقعت مع كل الأسف على معاهدة كام ديفيد والتي لم تجرؤ حتى على سحب سفيرها وطرد السفير للكيان بل تستخدم <applause> موانئ بحريه مصريه كمحطات رئيسه للعديد من سفن شحن البضائع التي تذهب الى الكيان بضائع واسمنت والاسمنت طبعا حتى يستخدم في المعارك وفي الحرب وفي الاله العسكريه ومع كل الاسف يعني تم رصد نشاط عدد كبير من السفن للاشهر الماضية هاي الأشهر العشرة أو الـ 11 الماضية وتتبع تتبع هذه يعني هذه المعلومات عبر بيانات بحرية خاصة فيما يتعلق بالمسار البحري لهذه السفن بينها سفن مصرية وتذهب ذهابا وإيابا إلى موانئ تابعة للكيان وبعضها إلى موانئ مصرية ومن هناك يتم نقلها إلى الكيان الصهيوني على الأقل هنالك يعني نحو تسعة عشر سفينة من بينها سفن اقتصرت في نشاطها ذهابا وإيابا بين مصر ودولة الكيان وذلك بسبب القرب الجغرافي خاصة ميناء أشدود أو أسدود وميناء حيفا ما يقلل من تكلفة الشحن يستند هذا التقرير الاستقصائي إلى تتبع أجراه الباحثون عليه لسبع موانئ منها اثنان خاضعان للاحتلال يعني فلسطين وخمسة موانئ مصرية كما قلنا هذه الموانئ هي أسدود حيفا بورسعيد أبو قير والإسكندرية والدخيلة ودمياط معلومات أكيدة واقتصرت فترة التتبع لنشاط السفن على الأشهر الثلاث الأخيرة التي تؤكد أنه لا يزال هذا الوضع مستمر حتى بالنسبة إلى تركيا لأنه أردوغان يقال أنه أعلن على أنه والله وقف التعاون التجاري مع الكيان الصهيوني لا بقى الامر بقى الامر مستمر والاعلام شيء اخر يقال للاعلام للتضليل وتتنوع السفن بين سبع سفن شحن لنقل حاويات البضائع وستة لنقل الإسمنت وخمس سفن شحن عامة وواحدة لنقل البضائع السائبة أي غير المعبئة مثل الفحم والسكر والحبوب فعلى أي حال آه هذه السفن كما قلنا تقوم برحلات دورية واللافت ايضا في عمل هذه السفن هو نقل الاسمنت خلال العامين 2022 واستمر الى 2023 واستمر حتى يومنا هذا ومع كل الاسف يعني يعني هذا الامر يؤكد مره اخرى ان مصر ضاعفت من قيمه وارداتها بعد طوفان الاقصى وبعد العدوان على غزه ضاعفت من قيمه وارداتها من الكيان خلال فتره الحرب على الشعب الفلسطيني واستوردت من الكيان منذ اكتوبر 2023 وحتى 31 يوليو تموز الماضي يعني قبل ايام شهر تقريبا من هذا الكيان استوردت ما قيمته 331 مليون وفاصلة 6 يعني 322 مليون دولار فيما بلغت قيمه الواردات خلال نفس الاشهر من العامين 22 و 23 106 يعني ضاعفتها زين وبعدين يجي يقول لك عملاء الوحده وثمانية و 8200 والله هذه مهمتكم تحرير فلسطين وانتم ما حررتوا فلسطين زين مو انتم اذا انتم كلكم جاي تتعاونون مع هذا الكيان كيف يتم تحرير فلسطين وانتم تدعمون هذا الكيان ولاحظتم في عمليه الوعد الصادق التي شنتها ايران انتقاما ل قصف في قنصليتها في دمشق من الذي هب لنجدة الكيان ونفس الأمر يجري في كل العمليات التي تستهدف هذا الكيان الذي يهب لنجدة هذا الكيان عدد الدول الكبرى عدد الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا ألمانيا و لا لا دول عربية وإسلامية معيب ابقوا معنا عبد القدير خان اسطوره باكستان وصانع قنبلتها النوويه الذي اغتاله كورونا. انا في الحقيقه اولا يعني نترحم على المرحوم عبد القدير خان ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحشره مع الاولياء والصديقين. أه الهدف من اختيار هذا المحور أه ليس الحديث عن هذا الاسطوره. الذي يعتبره الباكستانيون شخصية قومية فوق العادة، وضعوه في مصاف الشاعر الكبير محمد اقبال صاحب فكرة انشاء باكستان، وايضا محمد علي جناح قائد مشروع انشاء دولة باكستان الاسلامية. طبعا هذا الرجل توفي في العاشر من اكتوبر تشرين 20 اول 2021 آه عن عمر يناهز 85 عاما وهو كما قلت لكم يعني شخصيه اسطوريه كبيره يكفي انه على يديه دخلت باكستان نادي الدول النوويه واستكمل انشاء مفاعل كاهوتا النووي الباكستاني في غضون سته اعوام فقط رغم انه كان يستغرق عقدين من الزمان في الدول الغربيه ذات التقاليد الراسخه في مجال الصناعه النوويه. هذا الرجل عبد القدير خان كان سببا اساسيا ليس فقط في نجاح باكستان في ان تؤسس لمعادله ردع اساسيه مع جارتها التي تريد ان تقضمها الهند بل ساهم مساهمه كبيره في تعزيز على الاقل على الاقل معادله ان تتشجع دول عربيه واسلاميه لا اقول على الحصول على القنبلة النووية بل على الأقل للحصول على الطاقة النووية أو التكنولوجيا النووية التي تستخدمها للأغراض السلمية وتخليها احتياطاً لليوم الموعود الذي ربما تتغير فيه العقيدة أنتم تعرفون منذ تأسيس الكيان الصهيوني اللقيط بل حتى قبل تأسيسه حصلت هنالك عمليات اختيال كان الكيان الصهيوني وعصابات الهاجانا والاشتيرين والبالباخ وغيرها اللي بعدين أسست ما يسمي بجيش الدفاع هذه كانت تقوم كانت تعرف جيدا أن قدرات الدول العربية والإسلامية العلمية قد تساهم في إنتاج قنبلة نووية ففي ذلك الوقت لا تستطيع دوله تاسيس تتاسس حديثا من الاستمرار والبقاء. فهم اشتغلوا يعني العصابات اشتغلوا على خطين، خط تصفيه علماء في فلسطين، في مصر، في العراق، في كل مكان في حتى في باكستان، في الدول الاسلاميه اي يشوفون علماء لديهم قدره على التطور والتفكير مجرد التفكير بالفيزياء النوويه وب كل ما يتعلق بالصناعات النوويه يجري اغتيالهم او تصفيتهم او ابعادهم بتغييبهم بطرق مختلفه. بعد تحرير او بعد تاسيس الكيان الصهيوني تم اغتيال علماء كبار وبداوها في مصر علي مشرفه العالم الكبير وتلميذته وغيرها من العراقيين يحيى يعني المشهد وغيرهم وغيرهم بعدين بقى أخذ يعني المصريين ودول عربية أخرى تخلوا عن برنامجهم النووي السلمي خوفا من هذا الكيان إجا هذا الرجل عبد القدير خان اتهم بأنه أسس لشبكة سرية لتزويد الدول العربية أو الإسلامية الراغبة في الحصول على المعرفة العلوم هي معرفة مباحة لكن يجي واحد يعلمك وعدة تجربة مهم جداً فاتهم بهذا الاتهام بانه شكل شبكه سريه وفرضت الولايات المتحده على باكستان ان تفرض عليه الاقامه الجبريه وفرضت عليه الاقامه الجبريه في باكستان سنوات طويله وبعد ذلك تم اغتياله عام 2021 اقول تم اغتياله عن طريق الكورونا. الكورونا بالمناسبه اغتالت الكثير من الشخصيات التي ينبغي ان نفكر بها دائما ونشير اليها دائما، عموما بعض الدول العربيه مع كل الاسف خانت عبد القدير خان، لا اريد ان اذكر بعض الاسماء لكن هنالك تحقيقات استقصائيه صحفيه اكدت ان هنالك من الدول على الاقل دوله واحده من الدول العربيه سلمت معلومات سلمها لهم عبد القدير خان الى الولايات المتحده الامريكيه وساهم ذلك في تصفيه هذا الرجل بالمراحل. انا اخترت هذا العنوان حقيقه لانه لاحظت في الفتره الاخيره بدا يكثر الحديث في داخل الاراضي المحتله في داخل الكيان عن ان هذا الكيان ربما يفكر ويخطط لاستخدام القنبلة النووية للدفاع عن نفسه كما يزعم ولإزالة حتى سكان غيز غزة يعني بعد انطلاق عملية الطوفان قال أحد وزراء هذا الكيان وزير التراث قال يعني لبوا عليهم خلاص قنبلة وخلصونا منهم وبعضهم بدا يتحدث قليلا يعني بشكل واضح حتى في الصحافه وفي وسائل الاعلام عن امكانيه ان تستهدف ايران بهذا السلاح النووي، لهذا الايرانيون وك لا اقول فقط رد فعل بل لا لا هذا امر طبيعي، يعني عندما تصبح المعركه معركه وجود، حياه او وجود، حياه او موت، فمن الطبيعي جدا لايران ايضا ان تفكر على الاقل بتغيير عقيدتها النوويه، انا ذكرت في حلقه سابقه من برنامج خارج الحدود ان هنالك ترويج في بعض شبكات التلفزة المعارضة للجمهورية الإسلامية والتي تنطق بالفارسية يروجون إلى أن إيران الآن بدأت تتخطى حاجز التخصيب الذي قد يؤهلها لإنتاج قنبلة نووية حتى وزير الخارجية الأمريكي الذي خاض منذ مجيء إدارة بايدن في 2021 مفاوضات مع الجانب الإيراني فيما يتعلق يعني بالمفاوضات غير المباشرة طبعا أربعة زائد واحد وللعودة إلى البرنامج النووي في الفترة الأخيرة البر... يعني الاتفاق النووي أقصد في الفترة الأخيرة أخذ يتحدث وقبلها متحدث مرتين ثلاثة أربعة عن والله إيران من زمان تحدث أن إيران باتت قاب قوسين أو أدنى من إنتاج قنبلة نووية كنا نفسر ذلك الوقت آنذاك ونحن نرى انه يعني الاداره الامريكيه تريد العوده الى الاتفاق النووي انه يريد ان يحذر او يريد ان يبلغ الداخل الامريكي والايباك المعترض اللوبي الصهيوني المعترض على العوده الى الاتفاق النووي انه اذا لم نعد الى الاتفاق النووي فستصبح ايران قاب قوسين أو, او ادنى من انتاج السلاح النووي. لكن في الفتره الاخيره اخذ الحديث لا يكبر بطريقه مثيره ما يعني أنه ربما ونحن يجب أن نكون مستعدين للأسوأ ربما يكون تكون ذلك إشارة إلى أنه من الممكن أن تستهدف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الكيان الصهيوني ومن قبل حتى ربما الإدارة الأمريكية التي إذا وجدت نفسها هذه الإدارة الحالية التي إذا وجدت نفسها أن الحزب الجمهوري قد يعود مرة أخرى بمرشحه ترامب إلى الرئاسة وهم لا يريدونه الدولة العميقة لا تريد ترامب في الوقت الحاضر الدولة العميقة تريد هاريس كمالا الدولة العميقة الدولة العميقة اللي هي تركز يعني ما المال وما فيها السلاح فقد يشنون هم يعني حربا على إيران وقد يشنون أيضا حتى يوسعون دائرة الحرب مع روسيا في موضوع اوكرانيا ويقول لك خلاص يعني مخلي نسوي حرب واسعه حرب شامله في الوقت الحاضر حتى نبرر انتخاب او اعاده انتخاب الديمقراطيين لكي نستمر في السلطه بهذه الذريعه مع ملاحظه انه الطرفين الجمهوري يعني ترامب والامريكي بايدن وهاريس الان يرسلون رسائل كثيره الى الجمهوريه الاسلاميه في ايران بانهم لا يريدون حربا شامله ويريدون التفاهم والتعامل والتوافق فيما يتعلق بالبرنامج النووي الايراني، مع كل ذلك هنالك معلومات تقول، معلومات تقول ان هنالك معلومات تؤكد تقريبا ان ترامب نفسه وعد الكيان الصهيوني بانه اذا استلم السلطه واذا عاد للرئاسه حتى يعني يشجعهم على انتخابه فانه سيدعم فكره استهداف منشات نوويه ايرانيه في اماكن محدده قد تم تحديدها كاهداف داخل الجمهوريه الاسلاميه. طبعا ربما هم هم الان مشكلتهم مع ايران ليست لديهم معلومات حقيقيه عن البرنامج النووي الايراني ابدا. ليست لا يفهمون الايرانيون يتعاملون بغموض كبير لكن مع كل ذلك هم شفافون فيما يتعلق باهداف البرنامج النووي الايراني ولهذا ابرموا وقعوا اولا معاهده الحد من الانتشار النووي ام بي تي ان ام بي تي ووقعوا البروتوكول الاضافي الذي يسمح بتفتيش مباغت للمنشات النوويه الايرانيه وابرموا الاتفاق النووي شوف هاي ثلاثه وفي داخل الاتفاق النووي هنالك فقرات تحد تحد من موضوع عمليه التخصيب عدد اجهزه الطرد المركزي تحويل مفاعل اراك من الماء الثقيل وغير ذلك هاي اربعه تحول دون انتاج قنبله نوويه والخامس الشرط او القيد الخامس هو فتوى الامام السيد علي الخامنئي حفظه الله التي تحرم هم طلبوا بايدن طلب فاوكي احنا نحرم انتاج سلاح نووي لكن كل ذلك قابل لأن يعاد النظر فيه إذا وجد الإيرانيون أن التكلفة التي يدفعونها هي أكثر من تكلفة إنتاج سلاح نووي وإذا فكروا هم باستهداف إيران كما استهدفوا كل العلماء النوويين في العالم ومنهم عبد القدير خان الذي قتلوه بكورونا ف... واستهدفوا الكثير من العلماء النوويين وهذا الحبل الجرار في داخل إيران واستهدفوا العلماء النوويين في العراق أقول أن العقيدة النووية في إيران قد تتغير ولكل مقام مقال وأعد لهم ما استطعتم من قوة شوف هذه الآية يكفي أن تقرأها بـ بـ بعمق وهذه بالمناسبة شعار الحرس الثوري الإيراني الحرس الثوري عندما تأسس في ثلاثة شعبان بعد انتصار الثورة الإسلامية رفعوا هذا الشعار وتجده هذا الشعار مرفوع دائما حتى في أعلام الحرس الثوري وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم انتبه وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم الانفاق في إعداد القوة وانتم لا تظلمون في امان الله